كانت فرحة الناس بقدوم السلطان قابوس فرحة مزدوجة، فرحة كانت تعبر عن الأمل والتحول الجديد، وفرحة برؤية السلطان قابوس لأول مرة في مسقط. وأصبحت الموانع والمحظورات والقواعد الصارمة التي لا تتزحزح من الماضي، وانهارت بين ليلة وضحاها. لم تعد أبواب المدينة تغلق ليلا، ولا أحد يرغمك مع حلول الظلام على السير بفانوس. الحوانيت والدكاكين تبيع لك جهاز المذياع أو النظارات الشمسية دون أن تطلب منك ترخيصا رسميا بالشراء. وناشد السلطان قابوس المواطنين الذين غادروا عمان بالعودة إلى الوطن وعقد الولاء للوطن واختياراته النهضوية، وأن هذا الولاء سيكون أساسا قويا لوحدة البلاد ونهضتها ولبناء المستقبل والخروج من التخلف والاتحاد بين الحكومة والشعب كالجسد الواحد.